السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. لأول مرة تزور القناة تشترك في القناة بتخطع الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة أمام قادش اليوم الأحد 31 يناير 2021. مباراة أتلتيكو مدريد وقادش هيكون معادها بإذن الله تعالى في الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب استديو رامون دي كارانزا الخاص بنادي قادش. المباراة يكون ميعادها الساعة 5:15 مساء، 5:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، الساعة 6:15 أو 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، الساعة 7:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 4:15 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3:15 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بي ان سبورتس اتش دي 3 او 3، ومعلق المباراة نوفل الباشي. خلينا نتعرف ترتيب اتلتيكو مدريد اللي هو متصدر طبعا دلوقتي يعني جدول الدوري الاسباني وترتيب قادش قبل هذه المباراة. اتلتيكو مدريد في صدارة جدول الدوري الاسباني في المركز الاول ب 47 نقطة من 18 مباراة، يعني هيلعب مباراته في الجولة 21 وله مباراتين مؤجلتين كمان. اما نادي قادش فهو حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 20 مباراة. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.